انتو شايف يوم اكل كتير طيب، قوزه وكنافه واشياء كتير عم تتحضر، يعني خلينا نشوف وين صار اكيد بتحضيراته. بدي ارجع اذكر كل المشاهدين انه هو نهار الاثنين والخميس عم بياخد اتصالاتكم مباشره على الهواء للمشاركه معه بمسابقه تونيز فود. واكيد دائما برجع بذكر انه كل الناس اللي عم يربحوا معه فيهم يتصلوا بشركه تونيز فود لحتى يحصلوا على جوائزهم اكيد. ونهار الاربعاء بجاوب على كل اسئلتكم اللي بتبعتوا له اياها على رقم الواتساب الخاص بعالم صباح. خلينا نشوف وين صاروا طبخات وعم يلبس الكفوف ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا أربع وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. عنا الكنافة، طبعا جينا سؤال بين الأسئلة أنه بدكم الكنافة، وأنا اليوم حضرت الكنافة، طبعا كنافة بالجبنة. عنا وصفة تانية سلطة العدس والرمان، نوع سلطة كتير طيب. أيضا مشاهدينا في عنا الناتشوز بخبز العربي، وعنا كمان وصفة كتير طيبة القوزة المحشية. بس شو محشية القوزة؟ اليوم نحن حشين القوزة بعجينة البقلاوة، لكن عندي عجينة البقلاوة وعندي عجينة الكنافة من منتجات تونيز فود. بالبداية مشاهدينا قبل ما بلش وصفاتي خلينا ننتقل للكنافة، لنقلب الكنافة لأنشلتها هلا من الفرن، طبعا بعد ما كنت حاططها على حرارة 180. الكنافة قدامنا، رح اجي انا اقلب الكنافة على صدر تاني. طيب شو رح اعمل؟ رح اجي، لكن هاي الكنافة صارت جاهزة، بدي اقلبها بهالشكل وبرجع بخبركم كيف حضرت الكنافة. اوكي، لكن مشاهدينا هيدي الكنافة صارت جاهزة عنا. اما هلأ دغري بس نشيلها من الفرن مثل ما بخبركم، رح جيب القطر البارد وحطلها من القطرات الباردين. لكن هون كيف حضرنا الكنافة، برجع بذكر المشاهدين هيدي الكنافة اول شي حضرنا او جبنا، طبعا خلينا نحط القطر. لكن مشاهدينا رح نشوف المقادير للكنافة بالجبنة، رح تمرق قدامنا على الشاشة مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بحط القطرات. اول شي جبنا عجينة الكنافة من منتجات تونيز فود، فتحنا العلبة فرفطنا العجينة، طبعا بدها تكون حالة من التلج. بعد ما حلت من التلج شو حضرنا او شو عملنا؟ اوكي، هاي الكنافة جاهزة، لكن فرفطناها حطيناها بصينية، حطيناها على النار شوي، قلبتها على النار لحتى فترت فتور الكنافة. بعد ما فترت شو عملت؟ جبت صينية تانية حطيتها بالصينية وكبستها للعجينة بإيدي لحتى تماسكت العجينة بكل الصينية. جبت السكين ودير الصينية، طبعا عملتها بالسكين لحتى ما يلزق اطراف العجينة الكنافة بالصينية. لهالسبب حضرت على النار، حطيت حليب، خليط او خلطة الكنافة او الجبنة للكنافة، حليب، سميد، نشا، طبعا حطيتهم مع بعض مع سكر او فيكم تحطوا قطر، خلطناهم مع بعض لحتى صار عندي خليط متماسك. بعد ما صار عندي خليط متماسك جبت جبنة موتزاريلا مبروشة كانت نقعة، طبعا جبنة الموتزاريلا بيكون فيها كمان مشاهدينا من الملح، فنقعناها لراح ملحها، ضفتها جبنة الموتزاريلا فوق هيدا الخليط، وأيضا استعانت بجبنة العكاوي التشيكي كمان برشناها وحليناها لأن كمان بتجي كتير مالحة، فنقعناها بالماي حليناها وضفتها فوق الموتزاريلا. صار عندي خليط الجبنة، حطيت هيدا خليط الجبنة فوق عجينة الكنافة، فوتن على الفرن أو قبل ما حطهم ضفنا مسكة، ضفنا ماء الزهر وماء الورد بيعطوا نكهة كتير طيبة. سكبناهم فوق العجينة وفوتناهم على الفرن على حرارة 180، شلناها من الفرن وسكبناها مثل ما شفتوا مع القطرات. هيدي بالنسبة مشاهدينا لكن للكنافة. أما هلأ أنا وياكم رح ننتقل لنبلش بالناتشوز. بالنسبة للناتشوز بالخبز العربي، عندي خبز عربي، لكن بلشنا نحضر الناتشوز. عندنا من الخبز العربي، لكن انا وياكم
رح بلش قطع خبز العربي طبعا بهالشكل، فيكم تقطعوه انتو كيف ما بدكم، كمان لكن مشاهدينا عم بتشوفوا كيف عم بقطع الخبز كمان. هدول الخبزات رح نقليهم، بس طبعا قبل ما نقليهم رح نخلطهم مع شو بدنا نخلطهم. رح نخلطهم مع الزعتر مع البابريكا، ايضا رح نحط لهم زيت زيتون. بقول للمشاهدين فيكم تحطوا كمان من الاوريجانو، مش غلط اذا حطيتوا ضفتوا اوريجانو. هاي المقادير عم نشوفها لكن قدامنا على الشاشه. طيب لكن عندي الخبز العربي قدامنا، رح جيب بابريكا لكن مشاهدينا عم ضيف للخبزات من البابريكا، رح ضيف كمان انا من الزعتر. طيب هيدا بابريكا، عندي زعتر كمان، عنا من زيت الزيتون. وهلا بخلطهم مع بعض مع هيدا الخليط هون. طبعا لكن مشاهدينا فينا نحن نحطهم بالفرن، نحمصهم بالفرن، ما عندي اي مشكله، لكن مثل ما هن فيني فوتهم على الفرن، حمصهم بالفرن وارجع احط على وجههم من الجبنه. انا عندي الزيتات رح قليهم بالزيت، لكن بقول للمشاهدين في عندكم طريقتين، او فيكم تقلوهم بالزيتات او فيكم تحطوهم بصينيه وتفوتوهم على الفرن. اوكي بقليه هون طبعا مع هالخليط اللي حضرناه، ومثل ما شفتوا حطيتهم دغري وعم برجع بشيلهم، ما بدهم كتير وقت بالزيت. لكن هون قليناه هون، ورح ضيف ارجع لقلهم جبنه ونفوتهم على الفرن لحتى نستوي هالطبق، او لحتى الجبنه طبعا تدوب على الوجه. اوكي لكن مشاهدينا خليط خبز صار جاهز عنا. بهالوقت رح اجي انا كمان لنفوت هالطبق على الفرن وتدوب الجبنه، رح اسكبهم ب هيدا الصحن او هيدا الجاط، نرجع نقلبهم على جاط تاني بعد ما نشيلهم من الفرن. ليه حطيتهم؟ لان هيدا جاط زاز، طبعا فينا نفوته على الفرن ضد الحراره. طيب اوكي رح اجي حط كمان رشه زعتر، ارجع مره تانية مثل ما عم بتشوفوا، كمان بدي ارجع حط رشه اوريجانو. بهالشكل هيدا كمان رح ارجع جيب من جبنة الموتزاريلا، لكن هيدا هو الناتشوز بالخبز، بنحط موتزاريلا ايضا على الوجه. اوكي هلا صار فيني فوتهم على الفرن لحتى تدوب الجبنة. طيب لكن مشاهدينا هذا كان بالنسبة للناتشوز بالخبز. في عنا طبق حضرناه، والطبق الرئيسي هو الأوزي، الأوزي المحشي بعجينة البقلاوة. لكن عندي عجينة بقلاوة كمان من منتجات توني سبود. هلا هون أنا فيني أعملهم بشكل صرار، طبعا أنتو الشكل اللي بدكم إياه. أنا في عندي صينية، هالصينية كمان بتساعدني مش غلط. خلينا انا وياكم نشوف كيف رح احضر هالعجينه. لكن عندي من عجينه البقلاوه بجي بقص او بقطع عجينه البقلاوه بهالشكل، برجع كمان بالشكل الثاني بقطعها مربعات. رح اجي اخذ هيدي العجينه
بحط عجينتين فوق بعض وبحطهم بهالشكل. لكن بحطهم بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا. كمان انا رح كرر العملية، رح اعمل كذا حبة قدامكم. بس هون شو بدنا نحشيها؟ نحن بدنا نحشيها من الرز الاوزي. شو هو الرز الاوزي اللي حضرناه؟ طيب حطينا طنجرة على النار في بقلبها مواد دهنية. هلا اطيب شيء لهالطبق نحن نحط سمنة. فيكم تحطوا انتو زبدة مع زيت زيتون، بس مثل ما خبرتكم السمنة بتعطي نكهة كتير طيبة مع هالرز. حطيت طنجرة على النار في بقلبها سمنة، زيت نباتي او زيت زيتون او مواد دهنية اللي بدكم اياه. حطيت بصلة مفرومة ناعمة، وايضا ضفت لحمة خشنة. قليتهم مع بعض لحتى اخذت لون البصلة وايضا اخذت لون اللحمة. جبت من الورق الغار، جبت حب هيل، جبت عود قرفة، جبت كبشة قرنفل، قليتهم مع بعض لطلعت ريحة هالبهارات الشهية. بعد ما طلعت ريحة هالبهارات انا كان في عندي من الرز الهندي. جبت الرز الهندي، ضفت الرز الهندي للبصل وللحمة وللاعشاب اللي ضفناها، قلبتهم مع بعض. استعنت بالبهار الحلو وايضا القرفة والملح، حطيناهم مع بعض. هون بذكر المشاهدين فيكم تحطوا من مرقة اللحمة، اذا عندكم مرقة لحمة حطوا لوصفتنا او لطبقنا مرقة لحمة، كمان بناخد نكهة رائعة. لكن ضفنا الرزات وضفنا المرقة، غطينا الطنجرة وتركناهم لحتى استوى الرزات. بعد ما استوى الرزات مثل ما شفتوا حضرت قدامي بهيدي الصينية عجينة لكان البقلاوة. هلا فينا نحن نحضر هالوصفة بعجينة الرقاقات، ما عندنا أي مشكلة. العجينة اللي بدكم إياها عجينة الكلاج، كمان عجينة الكلاج مش غلط إذا استعملت فيها هيدي العجينة، هاي الوصفة. لكن هول الرزات اللي كنا عم نحكي عنهم، رح إجي مثل ما عم بتشوفوا بحط رز بالعجينة. أوكي؟ لكن عم بحشي هالرزات بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا قدامنا على الشاشة. كمان بكرر العملية. اوكي. هول الرزات صاروا جاهزين عنا. بجي انا طبقهم بهالشكل. صار عندي بشكل صرة. لكن صار عندي صرة محشية اوزي. برجع بردها لمحلها. وبتركها، فيني اتركها بنفس الصينية وفيني احطها بالصينية اللي بدي اياها. بس هون نحنا كمان مشاهدينا ما خلصنا، الان بدنا نضيف بعد لهالوصفة. شو بدنا نضيف؟ فينا نحط بقلبها لوز، فينا نحط بقلبها سنوبر، فينا نحط بقلبها كمان مشاهدينا من الفستق الحلبي. طيب عندي زبدة، بجي انا كمان بحط لها زبدة على الوجه وفوتها على الفرن. لكن مثل ما شفتوا مشاهدينا حطينا زبدة على العجينة فوتها على الفرن. هلا انا ما بلحق فوتها على الفرن لان بدها حوالي 15 دقيقة لحتى تستوي. بس طبعا انا حضرت منهم وصاروا جاهزين عندنا وسكبتهم بالصحن. لكن بعد ما شلتها من الفرن صار عندي بهالشكل. هيدي هي اللي حضرناها وايضا المحشية. لكن اوزي محشية بعجينة البقلاوة، ومثل ما خبرتكم فيكم تحشوها بالعجينة اللي بدكم اياها. بضل في عنا وصفة وحدة اللي هي سلطة العدس، لكن العدسات ناطرينا بضل بدنا نخلطهم. خلينا بهالوقت انا وياكم ناخد بريك جدا قصير وبنرجع سوا.